جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية من أجل مواجهة كورونا المستجد الذي يحصد أرواح العشرات يوميا ويصيب المئات، وقد انطلقت في ذلك من عقيدة راسخة مبنية على أن صحة المواطن هي البطل في المعركة مع هذا الفيروس. إدارة احترافية للأزمة من قبل الحكومة أشاد بها الجميع، وشفافية في التعامل مع المعلومات، وخطوات وإجراءات على كافة الأصعدة لمواجهة كورونا المستجد. ويتواكب مع هذه التحركات إجراءات حاسمة على الأرض وجدية وخطوات استباقية في هذا المجال، تماشيا مع التطورات المتعلقة بالفيروس، مع رفع درجة الاستعداد والجاهزية من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه بها. كما قامت الحكومة بتدشين حملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة وتجديد الرقابة الصحية وفقا لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد. وفي إطار الإجراءات الاحترازية والاستباقية، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات وقائية جديدة لمواجهة تفشي الفيروس، منها تعليق حركة الطيران بالمطارات المصرية حتى 31 من مارس الحالي، وخفض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية. كما قررت الحكومة منع كافة التجمعات بالمحافظات بما فيها الأعياد القومية والتجمعات العامة الكبيرة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد، ووقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة أسبوعين. كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا بغلق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 من مارس الجاري. وبالتوازي مع هذه الجهود، يجب تكاتف الجهود المجتمعية من أجل مساندة الدولة في إجراءاتها لمواجهة هذه الأزمة، حيث يظهر معدن المصريين جليا في تلك الأزمات. لحضراتكم التحية. الجميع، جميع وسائل الإعلام على اختلاف
اهتماماتها وعلى اختلاف انتماءاتها بتتكلم عن شيء واحد فقط لا غير، وهو أهمية البقاء في المنزل، ضرورة البقاء في المنزل والوعي المجتمعي. الجميع اتفق في هذه الأيام على أن الحكومة المصرية بتقوم بما عليها من قرارات في التوقيتات المناسبة على حسب احتياج هذا المجتمع وعلى حسب الرؤية أيضا للقيادة السياسية. الباقي بيكون على المجتمع أو الدور المجتمعي، وأيضا فكرة التوعية، التوعية الطبية بنحاول كوسائل إعلام على اختلاف أنواعها كما ذكرت التواصل أو توصيل هذه المعلومات لحضراتكم، لأنه فكرة التواجد في الشارع أصبحت خطر على الجميع. للمزيد من الحديث عن هذا الموضوع، هو يعتبر موضوع الساعة، بيسعدني أن يكون معي على الهواء مباشرة دكتور وائل رفعت حبلس، أستاذ الباثولوجي الإكلينيكي بكلية الطب جامعة الأزهر. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. وأيضا الأستاذ محمد شماع الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. هبتدي مع حضرتك يا دكتور، والتعاطي مع فكرة البقاء في المنزل الناس تكلمت فيها كتير، ولكن لماذا يكون البقاء في المنزل هو الحل الأمثل في هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سعادتك، لازم نعرف حاجة، إن يعني المنظومة لازم تبقى متكاملة. كويس سعادتك، ما ينفعش ان انا اقول الدوله تعمل حاجه وانا الناحيه الثانيه ما اعملش. لازم انا اساعد الدوله. انا مش هقدر اساعد الدوله، انما انا اقدر على نفسي. كويس ان انا اقعد في بيتي. كويس، ما انزلش غير للضروره، اللي له لازم ينزل هو اللي ينزل. كويس سعادتك، معلش احنا بنمثلها بمثل بلدي، الايد كده ما تقفلش 10 من 10 من غير الصباع الصغير ده، هو ده اللي بيقفل 10 من 10. فما ينفعش انا كمواطن عادي اقول لا انا، ويعني نزول الشارع هو اللي هيفرق، وانا اروح النادي هو اللي هيفرق، وانا لما اروح اقعد على الكافيه ولا يفرق؟ لا هيفرق. طبيا بقى يفرق في ايه؟ طبيا يفرق في ايه سعادتك؟ الفيروس ده لقوا سعادتك ان هو سبحان الله بيتنقل عن طريق الدروبلت، اللي هو ان انا اعطس في وش حد، النفس يجي في وش حد، اكح في وش حد. كويس، الرذاذ. الرذاذ بالظبط، ايوه كويس سعادتك، انه بيجي عشان هو تقيل في الوزن، وزن بالنسبه للكائنات الدقيقه، فبيقعد على الاسطح. كويس سعادتك، ها، بس من فضل ربنا برضو انه ما بيجيش عن طريق الهواء، يعني في ميكروبات زي الدرن تيجي عن طريق الهواء، انما الفيروس ده بيجي على الاسطح، ها، وبيجي عن طريق الرذاذ. فما ينفعش ان احنا نقعد في نادي، نقعد في مترو، نقعد في حته، ويقينا في واحد هيطس، يقينا في واحد هيكح، يقينا هلمس سطح على الفيروس لانه على الفيروس، فهو ده اللي هينقل العدوى. فلازم انا لا اقطع الدايره دي، ان انا اقطع الدايره دي عشان الفيروس ما يتنقلش. كويس، هو ده كله دور كل واحد، وهو حدك لو كل واحد عمل وظيفته خلاص، لو كل واحد عمل دوره الدنيا هتكمل، هتبقى مظبوطه كده. ف التعامل مع هذه القرارات اللي اتخذت بشكل تدريجي، تقييم حضرتك لرد فعل المواطنين عليها ازاي؟ القرارات الحقيقية يعني احنا بنقدم كل التقدير والاحترام للحكومة المصرية في مواجهة هذه الكارثة. هي ليست كارثة واحدة بل كارثتين مصر واجهتهم، وكارثة إعصار التنين وكارثة فيروس كورونا. الحكومة المصرية يعني الدولة أقول المصرية أزمة. مش كارثة عشان نفسيتنا، إن شاء الله مش هتبقى كارثة. فالحكومة كان يعني استعدت استعداد كويس، كان رائع جدا جدا، واتخذت عدد من الإجراءات والقرارات الاستباقيه اللي ساهمت في الحد من يعني النتائج، عشان ما نقولش كوارث، السيئه اللي كان من الممكن انها تحدث لو لم تكن هذه القرارات قد تم اتخاذها ووضعها موضع التنفيذ. على سبيل المثال في اعصار التنين، سوء الاحوال المناخيه، الحكومه خدت قرارات باده اجازه للعاملين في الجهاز الاداري للدوله، واجازه للمدارس والجامعات، واتخذت عدد من الاجراءات اللي هي آليات المواجهة الأمطار والسيول، وكان في إجراءات كان لو لم تخذ هذه الإجراءات كان هيبقى النتائج أسوأ بكثير جدا جدا جدا. لما نيجي في كارثة كورونا، فيروس كورونا أعتى الدول، يعني أصيبت إصابات بالغة بدءا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وإيطاليا وألمانيا، وعدد ضخم جدا جدا كانت الإصابات يعني والنتائج السيئة تمثل كوارث لهذه الدول. ضربت الاقتصاد العالمي، ضربت السياحة في مقتل، حركة السياحة أيضا تأثرت تأثر شديد جدا جدا. كل هذه الأمور أعتقد الدولة المصرية كان لها يعني حتى الخطاب السياسي كان متغير تماما. لما نيجي نشوف الخطاب السياسي في مصر كان بيبشر بالهدوء والثقة
في أداء الدولة المصرية لحماية أبنائها وحماية يعني حماية الدولة ككل وحماية الأمن القومي لمصر. في إنجلترا رئيس الوزراء قال يعني ودعوا أحبابكم استعدوا هتفرقوا ناس كتير. في ألمانيا ميركل قالت إنه خطاب رائع يعني ميركل يعني كان كده خطاب جيد جدا 70% هنفقدهم لا بس برضو كان في يعني تعاطي كان في طبعا اتخذت إجراءات قوية جدا جدا جدا. في الولايات المتحدة الأمريكية ترامب أعلن حالة الطوارئ وقرر انه يكشف يعني دي يوري حجم الكارثه. لما نيجي نشوف بقى تقييم منظمه الصحه العالميه للاجراءات اللي اتخذتها مصر نجد فعلا ان احنا نثق ثقه كبيره جدا جدا في الحكومه المصريه والدوله المصريه لان منظمه الصحه العالميه قالت افضل دولتين في المنطقه مصر وعمان هم اللي كانوا الاجراءات اللي اتخذتهم كانت اجراءات اكثر من رائعه وممتازه فده قلل كتير جدا جدا من الاصابات وانتشار العدوى وحالات الوفاة اللي نتجت عنها هذه فيروس كورونا. طيب أنا هتوقف لأنه على رأس الساعة دائما هو موعد مع موجز الهم وآخر الأنباء زميلي أشرف عبد العاطي وهذه الوقفة الإخبارية. من جديد لحضراتكم التحية وبرحب مرة تانية بضيوفي دكتور وائل. كيفية التعاطي مع كل المعلومات الطبية اللي موجودة؟ يعني احنا حاليا جميعنا اصبح اطباء وكيميائيين في الخلطات الخاصة بالتطهير وكده. ايه الغلط اللي حضرتك شايفه وايه الصح اللي حضرتك شايفه في متابعتك سواء لوسائل التواصل الاجتماعي او حتى للناس العاديين؟ ان شاء الله حضرتك ما فيش غلط، يعني ان شاء الله ما فيش غلط، بس بعد اذنكم في شوية حاجات كده لازم نفهم نستخدمها ازاي. نعرف ايه البانيك اللي حصل للناس وكله عايز يلبس جوانتي وكله عايز يلبس ماسك وبتاع. خلوا بقى في ازمه للجوانتي يا جماعه، من فضلكم الماسك ده ما يلبسوش غير المريض، انما السليم ما يلبسش ماسك. العكس زي ما احنا عكس ما احنا فاهمين كويس، او اللي بيتعامل مع المريض. تمام، انا دكتور، انا ممرضه، انا كيميائي زي ما ساعتك بتقولي وداخل اخد عينه من المريض، لازم البس ماسك كويس ساعتك. الجوانتي برضو طب الماسك لانه هو اصلا فيروس لا ينتقل عن طريق الهواء. هو بينتقل عن طريق الرذاذ. فالماسك ضروري. لا انا بتكلم على احنا في التعاملات العاديه هو مش موجود في الهواء خالص. بالعكس، يعني انا بقول ساعتك ميكروب الضاران بينتقل عن طريق الهواء فلازم ناخد بالنا. كويس، انما الفيروس ده ما بينتقلش عن طريق الهواء، بينتقل عن طريق يا اما رذاذ يا اما عن طريق الاسطح. فمين اللي يلبس ماسك يا جماعه؟ المريض. المريض او اللي بيتعامل مع المريض. تمام. كويس ساعتك، انما انا ماشي في الشارع ايه لازمته؟ خلوا الماسكات بقت فيها ازمه، ما فيش ماسكات. الجوانتيات ساعتك انا شايف ان الجوانتي ده لا، يعني انا لو في ايدي قرار امنع لبس الجوانتي، بس لمين؟ ليه اللي هيتعامل مع المريض؟ القطاع الطبي ده تمام، او الشخص اللي حتى موجود في بيت مع مريض. انما معلش ساعتك انا ماشي في الشارع ولابس جوانتي، طب ليه؟ كويس ساعتك، طب ما انا همسك السطح وهو نفس الجوانتي. بالعكس ده انا عايز ابقى بايدي عشان افضل محافظ على ايدي تفضل نظيفه، افضل خايف. كلنا عندنا انطباع ان الجوانتي هو اللي بقى مش نظيف، انما انا ايدي من جوه نظيفه كويس. فبقى بالجوانتي واروح اعمل ايدي على وشي كده، بالجوانتي واروح امسك حاجه اسلم على واحد اروح اكل. لا 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 بالظبط، لا ده أسوأ. كويس، لا يعني كده هو الفيروس موجود، هو مش لان هو مش هيخش جوه ايديا، هو وصل لوشي بالظبط ساعتك. يعني ده المهم نعمله ان احنا بس ايه نعيد تنظيم الحاجه مظبوط. يعني نلبس جوانتي وماسك، بس مين اللي يلبسه وامتى البسه؟ مش العملية عمالة على بطال يا جماعة، كلنا نلبس جوانتي. اتفضل. ال 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 الكل قال انه المية والصابون العاديين جدا طبعا هم الحل الأمثل. طبعا طبعا ساعتك المية والصابون أحسن مليون مرة من الكحول، أحسن مليون مرة من الكحول، لأن هو الفيروس ده ربنا خلقه عليه طبقة دهنية بتدوب بحاجات المذيبات. كويس ساعتك، أكتر حاجة تدوب الدهون دي إيه؟ الصوت. زي ما بنعمل في بيوتنا، مش ما باكل حاجة فيها مدهنة شوية بقوم أغسل إيدي بمية وصابون ومية سخنة زي الفل. هل لما بناكل في بيوتنا حاجة فيها دهن شوية بنحط سبيرتو عشان يدوب؟ لا لا لا، مية وصابون أحسن مليون مرة من الكحول يا جماعة. اللي خلوا في أزمة في الكحول خلوا ما فيش كحول في البلد يا جماعة، مش صح يا جماعة، من فضلكم وخلاص. زي ما بنقول كده خلاص، أصل أنا حطيت سبيرتو يبقى الموضوع زي الفل. لا 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 لا، من فضلك اولا المايه والصابون بستخدمها اكتر مده اطول،
ان انا لما اغسل ايدي اغسلها صح. يعني فعلا مش فكره بقى اللي هي لا يعني 30 ثانيه دي ده حقيقه علميه. صح 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 آه. 20 ثانيه بلاش 30 يعني مده مش الكحول عمرك ما بتستخدميه 20 ثانيه. انت بتحطي شويه كحول كده وتعملي ايدك كده وخلصت وروحت. لا 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 لا, لا ده انا عايز ميه وصابون اقعد 20 ثانيه اغسل ايدي كويس واغسل ما بين صوابعي كويس وبتاع ومش بين ضوافرنا تبقى قصيره مغسوله كويس بتاع بس كده. انما بقى البانيك اللي حصل للناس ده جوانتيات وماسكات يا جماعه الموضوع مش بكده خالص, الموضوع ببساطه عن كده بكتير بكتير. استاذ محمد, التعاطي المعلوماتي اللي كان موجود وتعدد وسائل الوصول للمعلومة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها, وأنه أصبح الجميع قادر على توجيه رسالة وأصبح الجميع قادر على توجيه معلومة, خلانا في سيل من المعلومات سواء الصحيحة أو الخاطئة, وفي أغلبها وللأسف الشديد أصبح خاطئ أو إشاعة ببساطة شديدة. تمام. تقييمك للي حصل خلال الفترة اللي فاتت؟ أنا شايف إن الإعلام المصري قام بدور ممتاز جدا جدا في مواجهة هذه يعني فيروس كورونا. قام بدور كبير جدا الإعلام وكان سريع وكان متابع للأحداث مش محليا فقط لكن أيضا على مستوى العالم كله. والإعلام المصري سواء كان التلفزيون أو كل القنوات الفضائية المصرية وكل البرامج الإذاعة والصحف قاموا بدور كبير جدا في التعريف بالفيروس وكيفية مواجهته وإزاي نتجنب هذا الإصابة به وكيفية التعافي منه وإزاي لو أصبنا. لا أنا بتكلم على المعلومات اليومية بقى. المعلومات طبعا كثرة المعلومات وكثرة أخبار ده فيه وفيات ده عدد الإصابات بقى بالألاف في مصر, وللأسف الشديد الجاردن البريطانية نشرت خبر كاذب تماما عن عدد المصابين في مصر وكان عدد ضخم جدا جدا وكان العدد لم يتجاوز 167 مصاب. في نفس اليوم خرج منهم 27 تعافوا وكانوا أصبحوا يعني تم يعني علاجهم من الفيروس. فالنهارده ده رجع الى ان وسائل الاعلام المصريه بتنشر كل على فترات متقاربه جدا جدا الاخبار الصحيحه سواء كان من عدد الاصابات, وده في رد غير مباشر على الاشاعات. هل رصدت ان في حاله يعني ترصد اذا جاز لي القول, لانه مثلا تصريح زي تصريح السفير الفرنسي الاخير, لانه السفاره الفرنسيه نفسها خرجت بيان بعدم صحة الترجمة اللي ظهرت على قنوات مختلفة, وأن تصريح السفير الفرنسي كان تصريح عادي جدا وأن هم بيقفوا مع مصر بشكل كامل وما فيش أي حاجة من اللي قيلت. فكرة الترصد في الإصرار على أنه الوضع مخالف ومش ده الحقيقة وهز الثقة. تمام. ده طبعا في حالة ترصد, في حالة اصطياد للأخطاء في وسط كل هذه يعني الأزمة الكبيرة جدا جدا جدا. من الممكن يكون في يعني خطأ بسيط, حاجة مش مكتملة في مكان ما, بيجي عدد من وسائل الإعلام اللي بتصطاد الأخبار ديت والأخطاء ديت وتحاول تكبرها وتعمل منها فيديوهات وتنشرها وتكبر فيها وتضخم فيها. زي ما قلت لحضرتك بالجارديان, لما يجي المراسل بتاع الجارديان, واحنا الجارديان دي وسيله يعني صحيفه بنحترمها وكان ليها قيم وتقاليد مهنيه عاليه جدا جدا, لما يجي المراسل يقول ده احنا خدنا الخبر تخمين, دي لا يعني هو نقله عن طريق واحد ما لقاش يعني الباحث ده لم يجد وسيله او جهه مجله علميه تنشر البحث لانه كان غير مستند على اسس علميه وبالتالي نشره على تويتر. لا لا وبرضه ما ينشرش هذا الكلام الا لا, ده بتكلم حضرتك ان الخطا يعني رهيب يعني خطا طبعا خطا جسيم جدا جدا في ان ازاي انت راجل صحفي او اعلامي في وسيله ليها يعني كيانها وليها قيمتها الصحفيه والمهنيه العاليه جدا تيجي تاخد خبر بهذا الشكل وتذيعه والناس بتنقل عنه. يعني هو ما هنا الاشاعات بتيجي من هنا, او اذا واحد مغرض بيعمل تويته او بيعمل حاجه على وسائل التواصل بتنقلها وسائل اخرى وبيتم تداولها. لكن اللي الشيء الرائع في الاعلام المصري خلال هذه الازمه انه كان على مستوى الحدث كان بيرد
بسرعه كبيره جدا جدا وبشفافيه عاليه جدا وبارقام سليمه 100%. لان الوضع قدام الكل. بالظبط كده. الكل بقى في ايده هذا الجهاز. يعني اي حدث بيحصل يصل الى اي معلومه. هل شايف ان في اصبح في وعي؟ يعني مثلا لو انا بلاحظ انه مثلا لو خبر اتقال مثلا ايا كان اغلب التعليقات ايه المصدر؟ فين الكلام؟ مظبوط. عايزين جهه رسميه. تمام. النهارده الوعي اتغير تماما، خاصه بعد ما تم برضو تعامل الاعلام المصري وكشف المحاولات اللي بتحاول ان هي تصطاد او تنشر اخبار كاذبه او تنشر شائعات. فتصدي الاعلام المصري بمهنيته العاليه لكل هذه الشائعات فورا وبسرعه كبيره وبالمعلومات وعلى ألسنة المصادر نفسها. ده الشيء الجديد برضو، ان اللي بينفي او بيكذب الاشاعه مصدر مسؤول ومصدر متخصص. يعني زي ما حضرتك كده استضفته الدكتور، بيرد بمهنيه، بيرد بمعلومات صحيحه طبيه مش محتاجه ان هي حد ايه يوثقها. لكن يعني عمليه تكرار الاخبار هناك، تناقل الاشاعات من مكان لمكان، مصدر لمصدر، او الاحداث اللي مرت علينا كمان خلت الناس عندها وعي. بالظبط. الثقه ايضا، الثقه في الاعلام بتاعنا زادت زياده كبيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان بتجد الحقيقه لما تعمل مقارنه بسيطه جدا بتشعر بالفعل بان اعلامنا صادق. وان هناك وسائل اعلام لم تتورع عن ترجمه خاطئه لكلام سفير بتتعمد دوله. بتتعمد الترجمه، بتتعمد الترجمه الخاطئه حضرتك عشان تذيع، على اساس ان مين بيعرف فرنساوي ولا انجليزي، علشان ناس كتير ده سفير نفسه اتكلم. بالظبط. طيب دكتور، امتى الشخص يذهب للمستشفى في هذه الايام؟ لانه الكل بقى عنده وهم، واي حد بيصدع بينزل، علشان ما نرهقش الدكاتره وما نرهقش القطاع الطبي في مصر. امتى الذهاب يكون ضروره وامتى البقاء في المنزل هو الاختيار اللطيف يعني؟ تمام. اولا واخيرا البقاء في المنزل. اولا واخيرا البقاء في المنزل، افضل قاعد في البيت كويس، الا لو في حاجه انزل كويس. امتى اذهب؟ لا يعني اليومين دول مثلا عنده مثلا ضرسه بيوجعه ومصدع، لا يقعد في البيت بقى اليومين دول. بنقصه يعني. احنا عندنا حضرتك في المستشفى طلعوا قرار ان ما يتعملش العمليات غير العمليات الارجنت. تمام. كويس. انما العمليات اللي هي اللي بنقول عليها الالكتيف، اللي هي تستنى ما يجرالهاش حاجه، ايه المشكله؟ عشان اخلي دكاتره يركزوا في شغلهم في الحالات دي، وكمان عشان ما اعرضش عيان داخل من بره يعمل عمليه زايده. انه يجي له كورونا، يبقى يعني خف من الزايده وراح في الكورونا. كويس. احنا حضرتك في علم اسمه علم الوبائيات. كويس. الوبائيات دي نوعين، في نوع يعلل يبقى عندنا نسبه مرض كتير جدا والوفيات قليله، وفي نوع تاني الوفيات تبقى كتيره جدا والعيانين قليلين. يعني الكوليرا بنقول عليها هاي مورتالتي لو موربيديتي، يعني الناس بتموت كتير جدا وما بنشوفش عيانين، لان العيان بيموت يموت. الكورونا من الحاجات اللي بيبقى عيانينها كتير جدا ونسبه الوفيات فيها قليله. بس لازم، مش معنى ان نسبه الوفيات فيها قليله ان احنا تمام ناخد الامور لا. امتى اروح المستشفى؟ وانس شكيت روح. بايه بقى؟ اولا الحمد لله ان احنا مفرقها من البرد، ان مفيش رانينج نوز، مفيش مناخير بتبقى سايبه. دي اول حاجه. يعني اللي عنده رشح مش عيان؟ لا. كويس. زوري، لقيت زوري بيوجعني، ها كحه ناشفه، ها ابتدي اروح. ها في درجه حراره عاليه، ها روح، مش مشكله خالص. ها والحمد لله طب سؤال، الاعراض دي لازم تكون كلها مع بعض؟ يعني الزور الناشف لازم يبقى معاه حراره ولا ممكن عرض واحد؟ لا، عادة بيبقوا مع بعضهم، ما بيفرقوش الساعات. يعني الصبح الاقي زوري بيوجعني، على الظهر الاقي حرارتي ابتدت تعلى، بعد شويه الاقي في كحه ناشفه. كويس. وقبل ده كله، الهيستوري بتاعي، احنا اتعلمنا في الطب لازم اخد هيستوري، اخد القصه الحكايه ايه، انت كنت فين؟ يقول لك ده انا كنت في المطار بس قابل واحد زميلي. خلصت. ما تناقشنيش روح. كويس. ده احنا كنا قاعدين في حته مش عارف ايه، وواحد معانا في العيله كح وسخن وبتاع، وانت لقيت نفسك بتعمل كده، روح. يعني مهم جدا عندنا في الطب ان انا اخد الهيستوري بتاع العيان. فبنفس المنطق برضو، انا خرجت رحت في مكان، انا قابلت حد، انا سافرت جاي من بره، ان انا اخد العيان ده، اخد منه الهيستوري بتاعه ويروح المستشفى. جاست هتعمل له تيست بسيط، دلوقتي الوزاره موفره حاجات بنقول عليها رابيد تيست، اختبار سريع. ها بنقول لك لا روح ما فيكش حاجه، بنقول لك لا تعالى بقى هنعمل لك تحليل تاني دقيق يقول لنا كده. كبار السن التعامل معاهم بيتم ازاي؟ لانه البعض بيقول انه يعني حتى لو كان في عرض واحد بنبقى خايفين ان احنا ان هو يروح المستشفى، مش خايفين عشان خاطر يتحجز او حاجه، لا عشان ما يلقطش عدوى لو ما كانش في حاجه. لا بص، تعامل ازاي تاني؟ كبار السن دول لوحدهم كاتيجوري لوحده،
دول لوحدهم، دول ما فيش خروج، ما فيش دخول، ما حدش يقرب لهم. سعادتك بتقولي في اوروبا وكده، في دول في العالم قالت الكبير السن اللي هيعيا مش هنعالجه، لان انت اللي عديت نفسك، احنا قلنا لك ما تعملش وانت عملت. لا، نوفر العلاج ده لواحد شاب صغير. يعني هو يعني هو قسوه شديده، ده حتى في ناس بتقول انه بعد هذه الازمه يعني في نظريات كتيره جدا هتتغير حتى في حقوق الانسان الخاصه بالدول، لانه هو شيء يعني صعب. الازمه مختلفه لكن هو شيء صعب. بص سعادتك ايه؟ لازم نقول حاجه، معلش يمكن حاجه تزعلي مني، هي كارثه كارثه، بس نتعامل بالراحه بهدوء. طب امتى لو عند حضرتك شخص كبير في السن ومن سن كام اي عرض ولو خفيف يجب ان هو يؤخذ بمنتهى الحيطه والحظ ويذهب بالمستشفى؟ من سن كام دي يعني نتكلم فوق الستين، ماشي الكلام؟ اي عرض، اي درجه حراره عاليه، حتى ولو بسيطه، حتى ولو احتقان في الزور، احتقان في الزور كويس، كحه اللي بنقول عليها دراج، كحه ناشفه كويس، كل دول كبير السن اشتكى منهم، لازم يروح، لازم ملهاش حل، لازم يروح لدكتور يشوف، لازم دكتور يا ستي يطلب دكتور يجي له. انا متهيألي اكيد الوزاره هتبقى موفره ناس يروحوا، اكيد في 1000 دكتور يروحوا، محدش. طيب يقول الذهاب للعياده ولا عياده دكتور خاص ولا مستشفى؟ مستشفى مستشفى، مفيش نقاش. ومستشفى حكومه. هتلاقي العيادات اتملت كويس، هتلاقي العيادات اتملت، يعني الدكاتره يزعلوا مني بقى انت مش عايز العيادات تشتغل. لا ده حاجه وضع تاني. انما لا، تروح وبعدين تروح لمكان متخصص. تمام، في اساتذه في الموضوع ده متخصص، مش اي واحد بقى يتكلم وخلاص يعني. تمام. استاذ محمد، درجه التعامل في الشارع حضرتك شايفها ازاي؟ يعني احنا لغايه دلوقتي يعني بالامس وصل فريق صيني لايطاليا، تبادل الخبره يعني، عشان فهذا الرجل في مؤتمر صحفي قال بعد كل الارقام دي انتوا لسه موجودين في الشارع، انا شايف ناس في الشارع، شايف ناس في المواصلات، وده هينتهي يعني، لازم ينتهي، لازم الكل يقعد في البيت بلا استثناء. يعني قال ان انتوا بتهرجوا بعد كل ده، بعد كل العدد الفظيع ده والاجراءات، برضو ايطاليا لا تزال لا تتخذ الاجراءات الحاسمه، والراجل كان واضح تماما. فهذا الطبيب الصيني او الفريق الصيني، شايف استجابه الناس في الشارع عامله ايه؟ حقيقي الشعب المصري كان على مستوى المسؤوليه، وبالفعل يمكن جاي من مدينه نصر لغايه ماسبيرو 10 دقائق. فالشارع فاضي تماما، الناس ملتزمه بالتعليمات، الناس بتتعاون مع الحكومه، مستجيبه تماما. لو قلنا نسبه، نعم انا شايف ان هو نسبه كبيره، مش نسبة، هي مش 100%، انا مستحيل تبقى 100%. طبعا مش 100% طبعا، يعني نقدر نقول 90%، فوق 90%، لان زي ما قلت لحضرتك الشوارع فاضيه تماما والناس ملتزمه، وكل الناس قعدت في بيوتها، واللي ما عندوش حاجه يعني عاجله او يعني ملحه قاعد في البيت. الحكومه ايضا كان قرارات اللي عملتها القياده السياسيه والدوله كانت هي اللي ساعدت على كده، على الالتزام. يعني ما اجيش النهارده اقول للناس كل الناس روح شغلها، واقول لهم ما حدش يمشي في الشارع او ما تقعد او اقعدوا في البيت. طب ما انا لو ما رحتش الشغل هيفصلني، لكن ان الاجازه باجر كامل، السيدات اقل من اللي عندهم اطفال اقل من 12 سنه، الحوامل، كله الحوامل، الطلبه في البيوت، اللي عنده تاريخ مرضي كمان بيقعد، اللي عنده تاريخ مرضي بالظبط كده. فان يعني لا يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما استطاع. فالدوله وفرت لهم كل الامكانيات، وفرت كل التيسيرات، كل ازالت العقبات، فالناس التزمت بصوره كبيره جدا جدا، بصوره يعني هو الشعب المصري شعب يعني جميل جدا، وبيقابل الكوارث بالسخريه والفكاهه والجدعنه. يعني شفنا قد كده الشباب، شفنا كتير اصلا على مر التاريخ يعني كتير، يعني حكاوي بتتقال كتير جدا جدا جدا. فيعني انا شايف ان في التزام كبير جدا، والشعب فعلا على مستوى المسؤوليه، وان احنا النتائج يعني الحمد لله النتائج في مصر للمصابين، سواء المصابين او نتمنى انها تستقر على هذه النسبه الضئيله جدا 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 بالقياس لدول اخرى كبيره. في اغلب في قرارات النهارده اتخذت من قبل السيد رئيس الجمهوريه بالاجتماع مع محافظ البنك المركزي، مع رئيس الوزراء، مع وزير التضامن الاجتماعي، مع وزير الماليه، اغلبها على العماله اليوميه. تمام، الناس اللي قعدت في البيت، لان المطاعم اللي قفلت دي كان فيها ناس، الولد اللي شغال في الدليفري ده شخص بياخد مرتب، المهن الصغيره اللي قعدت، الاسواق اللي وقفت. يعني الاستجابه السريعه دي للقياده السياسيه حقيقي بجد من الشيء رائع جدا جدا جدا. اذا كانت القرارات في البدايه او قبل ما يعني في بدايه الازمه، كان كل العاملين في الجهاز الاداري والمحليات والشركات العامه والقطاع العام
هياخدوا اجورهم. طيب في ناس العماله اللي هي المؤقته والعماله اللي باليوميه، الناس دي اعدادها كبير جدا جدا جدا، فان القياده السياسيه يعني بسرعه شديده جدا يعني تستدرج وتحل هذه المشكله، اعتقد ان ده شيء اكثر من رائع وشيء انساني ايضا. والقرارات اللي اخذها البنك المركزي وخفض الفايده وتاجيل الديون وسداد الديون، اجراءات سريعه وقويه جدا جدا ساعدت على يعني استقرار الامور وان الشعب يبقى على مستوى المسؤوليه بالضبط زي الحكومه ما هي كانت على قدر من الكفاءه ومواجهه الموقف. فاعتقد ان دي سلوك رائع جدا، اتمنى ان هو يستمر بعد الازمه باذن الله، يعني الالتزام ده نتمنى، ونتمنى كمان انه اللي بيستمر في فتره من الفترات مجتمعنا اخذ في اتجاه انه التعب مش بيجيب نتيجه والدراسه ما مش مهم وممكن اي حاجه بس المهم الفلوس او المهم التعاطي بسهوله مع المجتمع. العالم كله وقف احترام للعلم والدكاتره، احنا كنت طول عمرنا بنحترم الدكاتره، بنحترم كل المهن يعني، ولكن العالم باكمله وقف احترام للدكاتره والعلماء وصاحب الدأب، لأنه هو شخص بيقعد في المعمل بتاعه بالساعات الطويلة جدا وإحنا كلنا منتظرين ماذا ستخرج به المعامل. شايف أنه في حالة مختلفة أو وعي مختلف، أو ممكن الأم أو الأب يقولوا لابنهم ده الصح، ده اللي بيخدم، ده اللي بيفيد؟ سعادتك لازم نعترف بحاجة، في الآخر لا يصح إلا صحيح، ماشي فندم؟ هو كده لا يصح الا صحيح. انا مش عايز اتكلم عشان ما ابقاش دكتور ومنحاز للطب او بتاع لا لا لا، كل المهن مهمه. لا انا بتكلم على في بقى حاله وصلت انه مش مهم اي مهنه، انا حتى الغير مشروع هو المهم الوصول. معلش هو ايه الوصول؟ هل الوصول مادي ولا الوصول معنوي ولا الوصول ادبي ولا لا؟ في بعض الاحيان كتير باصبح مادي للاسف. معلش قولوا لي مين اشتهر ماديا والناس افتكرته، انما في ناس علماء ما زال ميتين بقالهم او منتهين بقالهم كام سنه ولسه اسمهم بيرن لحد دلوقتي. انا مش بقول حاجه، الناس كلها زي الفل، انا مش بقول حاجه، انما في الاخر لا يصح الا صحيح، فهماني حضرتك؟ ما ينفعش، البلد مش هتقوم بفهلاوه، البلد مش هتقوم مش عايز اتكلم في حاجات لا لا لا, لا 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 عشان بس لا هو انا قصدي في اعلاء لقيمه العلم تحديدا. طبعا في اي حته لا اله الا الله اول كلمه في القران. استاذ محمد عنده تعليم اول كلمه في القران. حضرتك في الفتره الاخيره شفنا نجوم من ورا. لا 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 هو لا 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 هو عشان بس لكن لا 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 عشان بس احنا بنتكلم ان الجميع مهم، لان حتى هذه اللحظه هو دي قوه ودي قوه. يمكن كان يعني لكن سنين تعب الاطباء والعلماء وسنين تعب حتى اي مهنه بعدوا سنوات طويله، ويمكن البعض منهم ما خدش تقدير اللي بعد وفاته، يعني ناس قدمت. لا انا بتكلم على فكره التعب، التعب طبعا التعب سنوات عشان أي كانت يوصل لاختراع ولا يوصل لهلاك. انا مش بخص مهنه معينه ايا كانت المهنه، وزي ما بقول لسعادتك برضو معلش انا اسف في التشبيه، عمر العين ما قالت للودن انا بشوفه وانت ما بتشوفيش، ولا الودن قالت للعين انا بسمع وانت ما بتسمعيش. العين من غير الودن ما تشوفش كويس، والودن من غير العين ما تسمعش كويس. فانا قصدي يا استاذ معلش برضو مع احترامي كلهم على راسي من فوق، عامل الدليفري ده لو هنا مش موجود حضرتك هتبقى فيها مشكله بالظبط. لكن لانه عامل الدليفري بيتعب، هي الفكره فكره التعب بالظبط. بس سعادتك مهما واحد خدها بفهلوه هيطلع لفتره وبعدين ينطفي. هي التعب ايا كان التعب ده فين، والامثله كتير كتير، ياما اكم ناس كانت ملء السماء والبصر زي ما بيقولوا. وفي اطباء ما اشتغلوش على مهنتهم او على علمهم وتسببوا في كارثه، وبالتالي يعني هي الفكره طبعا. فكره الدأب والتعب طبعا. هل الفكره دي بقت واضحه للناس شويه اكتر؟ بصي سعادتك ايه كل شويه هتوضح شويه. هو لا يصح الا صحيح، هي لا يصح الا صحيح هو ده الجمله الاعظم بس بصراحه. بس كده يا استاذ مهما اتكلمنا كل شويه معلش، كنا الاول بنقول الفهلوه 100% بعد الكارثه دي هنلاقيها بقت 98، بعد شويه يبقوا معلش لا 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 مفيش كوارث ان شاء الله. بصي حضرتك ربنا حافظها البلد دي، ربنا حافظها ده اكيد. حضرتك قلت في كلامك انه في امراض نسبه الوفاه فيها كبيره ونسبه المرضى فيها قليله، تمام. نسبه الشفاء في الكورونا عاليه، لمين؟ للي يتبع الارشادات الصح. بمعنى بمعنى حضرتك ان انا حسيت بالوجع، حسيت بالالم، حسيت رحت المستشفى بسرعه، ابتديت اتبع الاسس الصح كويس هخف بسرعه.
في ناس مثلا لما الحكومه منعت الشيشه في جابت شيشه في البيت خلاص ماليش دعوه بيه بقى يضرب نفسه بالرصاص انا مالي هو يعني. كده انت بتتكلم على مناعه بتبقى قليله بشكل كبير جدا. هو انا معلش حضرتك هو انا عمال اهد فيها هد فيها هد فيها وتقولي انت عيت ليه؟ الله ما انت بتعيي نفسك انا مالي بيك بقى يعني 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 ده انا رايي والله حرام الدوله تصرف عليه في العلاج. البني ادم اللي راح جاب لنفسه شيشه في البيت ده البني ادم ما هي حريه شخصيه في الاول وفي الاخر بس هي فكره فكره الوعي بقى انت حر ما لم تضر انت حر ما لم تضر انت حر في انا عارف البيت ما بيعي ولاده بيعي ولاده ساعتك ما هي دي القصه ساعتك ان ايه انت حر ماشي ما حدش قال لك لا انما ما تضرنيش ما تقنليش مرض دي بلد دي بلد ما ينفعش يعني التعامل مع بهذا الفيروس عالميا هل بتجد انه هيوحد العالم بشكل او باخر ولا البعض بيقول انه في صراع صراع ما بين الدول الكبرى على إنتاج العقار صراع ما بين حكومات مختلفة على من سيدير الأزمة أنا بتكلم على الدول حتى الأوروبية المتقدمة والولايات المتحدة الأمريكية من سيدير الأزمة بشكل صحيح من سيخرج منها سياسيا قوي شايف أنه هذا الوباء سيغير في العالم للأفضل أم لا يعني هو زي ما شوف حضرتك اللي عملية الصراع في على الاكتشافات العلمية والاكتشافات الطبية ده موجود وهيستمر لكن أعتقد إن هيكون في نوع من التعاون ما بين دول العالم لمواجهة مثل هذه الكوارث ده ممكن من الممكن إن هي توحد شعوب العالم ودول العالم عشان يواجهوا كارثة إنسانية بتواجه البشرية كلها مش بتواجه بلد معين أو دولة معينة دي حاجة الحاجة الثانية الإصراع على الاكتشافات العلمية وتحقيق مكاسب من وراها ده شيء موجود وهيستمر لكن مفيش شك أن هذه الأزمة هتوجد نوع من التعاون ما بين دول العالم في سبيل مواجهتها والقضاء عليها نتمنى كلمة القضاء عليها دي لأن عايزين أيا كان بقى هذه الدولة أنا بشكركم شكر جزيل على التواجد معايا دكتور وائل رفعت حبلس أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية كلية الطب جامعة الأزهر وأيضا كاتب الصحفي الأستاذ محمد شماع في الأخبار أهلا بيك وشكرا لحضراتكم وشرفتكم شكر موصول لحضراتكم وأيضا مشاهدينا الكرام غدا حلقة جديدة ومن القاهرة